حكم آخر، واحد من الأسماء الموهوبة المبدعة اللي دايما تلاقيه في كل الأحداث الأفريقية والدولية، مشرف جدا لكرة القدم المصرية ضمن أسماء كثيرة من الحكام المصريين مشرفين لكرة القدم المصرية، هو الكابتن الكبير كابتن أحمد حسام طه حكمنا المساعد الدولي. يا كابتن أحمد، مشرف ومنور، بهنيك على المستوى العظيم في كأس الأمم الأفريقية. حبيبي كابتن كريم، بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي، أقل من و... حقك. ويعني كلام كبير بشكرك جدا عليه بجد. أقل من حقك، وأنت يعني أنت بقيت اسم جماهيري، يعني الناس كلها، كل جمهور كرة القدم المصرية عارفين كابتن أحمد حسام طه، والأداء والمشاركات الدولية والأفريقية معتادة خلاص، بقت حاجة عادية جدا. بس أدائك كمان كان كبير في كأس الأمم الأفريقية كالمعتاد، يعني أنت وكل زملائك الحكام المصريين، صورة عظيمة قدمتوها لكرة القدم المصرية في هذه البطولة يا كابتن أحمد. الحمد لله كابتن كريم. انا يعني بجد انا النسخه دي بالذات هي نسخه استثنائيه للتحكيم المصري، من يعني مزايا كتيره التحكيم حققها، سواء على عدد المباريات او درجه صعوبتها. طاقم تحكيم مصري بالكامل انا بشوف ان هو حاجه تاريخيه، يعني ان طاقم تحكيم مصري بالكامل يحكم مباراه الافتتاح. كان عندنا طبعا يعني الاسماء الكبيره جدا اللي حكمت في افتتاح كاس الامم، بس كنت هتلاقي حكم بس هو اللي بيدير صح، ومعاه مساعدين مش من نفس البلد. طبعا النهارده البدايه تكون بطاقم تحكيم مصري علشان تكون رسالة التحكيم في بداية البطولة القارية الأكبر، صحيح. ده شيء جميل جدا. لماذا هذا التقدير منا؟ يعني كلنا بنقدر جدا ما تقدموه في الخارج في كل المباريات الدولية، ولما بنيجي نلعب هنا في الدوري المصري دايما نتحدث عن كواليتي الحكام، اصل الحكام مش مركزين، اصل الحكام مستواهم، اصل الحكام مش مؤهلين، ونيجي بعدها بيومين نلاقيكم في احسن وافضل الاحداث الرياضية في العالم. ايه الفرق؟ ايه اللي بيحصل من وجهة نظرك؟ الفرق ان انا شايف ان هو نفس الحكم ونفس المشاهد، فهو نفس الاداء، يعني لان هو لو مش حكم كويس هو بالتالي مش هيقدر يقود مباريات كبيره خارج مصر. صحيح، ولكن انا هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. التحكيم المصري نتكلم عن 2023، احنا كنا متواجدين في الدوري الليبي، تمام، الدوري التونسي، الدوري الاردني، الدوري البحريني على البنا، البطولة العربية وديربي الرياض اللي اداره حكام مصريين. لو هنتكلم على البطولات، ده كان دوريات اللي هي العربية صح، و لو هنتكلم على المشاركات مع الفيفا هتلاقي ان كان عندنا مشاركه في كاس العالم للشباب في الارجنتين، كان معروف وعمرو الشناوي، وانا بفضل الله كنت موجود في اندر 17 اللي هو تحت 17 في اندونيسيا، وهو ابو الرجال كان موجود في كاس العالم قطر اللي قبليه على طول، عاشور كان في الاولمبياد. كل ده يؤكد الكواليتي بتاع التحكيم المصري. بس حضرتك لما تيجي هنا بقى، ارجع لسؤالك، انا بس حبيت ان انا ممتاز. اوضح لا، وهضيف لك كمان عشان انت بس ما قلتهاش، وبطبيعه الحال كل البطولات الافريقيه يعني. بالظبط. انا قلت لحضرتك على مستوى الدوريات صحيح، العربيه والدوريات الاخرى، بالظبط، وفي نفس الوقت الفيفا طبعا. بالظبط، الكاف الحمد لله احنا لسه راجعين من كاس الامم الافريقيه، صحيح، وكل بطولات الكاف بانواعها هتلاقي صحيح، في تحكيم مصري، فبالتالي حتى الدربيات الموجوده في دوري الابطال، صحيح، تمام. صحيح، فبالتالي كابتن كريم، هنرجع بقى لسؤال حضرتك. انت بتقول لي هنا الناس بتشوفك انت كنت ضد فريقهم ولا كنت مع فريقهم، يعني حبهم لفريقهم هو اللي بيخليهم يقيموا الحكام. فبالتالي كمان بشوف ان التحليل التحكيمي هو عامل بيؤدي الى الراجل اللي بيحلل التحكيم بيقول وجهة نظره بمنتهى الأمانة، بس ده بيكون ضد او مع الحكم، هو ما بيدورش، هو بيقول بيشوف حالة فبيقيم الحالة وبيقول رأيه فيها.
هتلاقي اكيد الفريق الغير مستفاد هو